سمح من رحم لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع لو باسي كومبوزي. طبعا كنا قد توقفنا فيما سبق عند تعريف لو باسي كومبوزي. القاعدة كما نرى لو باسي كومبوزي اي فورمي دو دوز إليمون، إذن الماضي المركب هو مكون من عنصرين لوكسيليير اتر و افوار، تيكون عندنا في العنصر الأول يا المساعد اتر أو بيان لوكسيليير افوار أو المساعد افوار بلس اي لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجيغي، ثم نضيف عليه لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل المصرف. مثلا نقول اكزومبل لانفيرميير ابري لا تمبيراتور دو مالاد، يعني ان الممرضه ابري يعني ان اخذت. عندنا هنا لو فيرب بروندر، لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بروندر هو هاد الصيغه اللي عندنا هنا بري، هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بروندر. سننظر اولا هل هذا الفعل سيصرف، هل هذه الصيغه ستوضع مع لوكسيليير افوار او بيان افيك لوكسيليير اتر. لكي نعلم هذا علينا ان ننظر للمعنى. طبعا الممرضه هل هي التي ستؤخذ ام هي التي ستاخذ؟ طبعا هي التي ستاخذ، ستاخذ شيئا. اذا هذا يعني بان هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بروندر اللي هو بري سيوضع مع لوكسيليير افوار. سنعود الى لوكسيليير افوار، طبعا سنعود الى لو فيرب افوار، ثم ننظر الى صرفه في الحاضر او بريزون. نو برونون لا كونجيغيزون دو فيرب افوار او بريزون. كيس كون فا دير؟ اون فا دير جي تو يا ايل ا نو زافون فو زافي ايلز اون. L'infirmière, c'est-à-dire elle. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire elle a. On a ici l'infirmière. On peut remplacer l'infirmière par elle. ممكن أننا نعوض l'infirmière بـ-elle. نقول elle a. ثم نضيف le participe passé الخاص بالفعل اللي هو pris. Le participe passé الخاص بالفعل prendre هو pris. إذا قلنا بأن الممرضة هي التي أخذت، هنا هاد le participe passé سيتأثر بالتأنيث الخاص بالممرضة. إذا سنقول ماذا؟ l'infirmière est prise. l'infirmière est prise يعني أن الممرضة أخذت مثلا كرهينة. l'infirmière est prise. ولكن هنا عندنا هذه الممرضة هي التي أخذت. ماذا أخذت؟ la température. أخذت درجة الحرارة. l'infirmière a pris la température du malade. إذا الممرضة أخذت درجة حرارة المريض. إذن on va conjuguer le verbe prendre avec l'auxiliaire avoir. On va conjuguer le verbe prendre au passé composé avec l'auxiliaire avoir. إذن سنصرف فعل أخذ في le passé composé، ولكن سنستعمل لهذا الغرض سنستعمل المساعد avoir. مثلا le train est parti à 9h. Le train est parti à 9h. القطار انطلق مع الساعة التاسعة. Le train est parti. On a le verbe partir. Le participe passé du verbe partir, c'est parti. Et dans le participe passé الخاص بفعل partir هو parti كما نرى هنا. Le train est parti à 9h. القطار انطلق à 9h في الساعة التاسعة. إذن طبعا في الحالة الأولى استعملنا le verbe prendre avec l'auxiliaire avoir. Dans la première exemple, on a conjugué le verbe prendre au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Pour la deuxième exemple, on a conjugué le verbe partir au passé composé bien sûr, mais cette fois-ci avec l'auxiliaire être. في المثل الثاني استعملنا فعل انطلق في الماضي المركب ولكن مع المساعد être. أقول je suis parti يعني أنا انطلقت. Tu es parti, أنت انطلقت. Il est parti, هو انطلق. Elle est partie, هي انطلقت. Nous sommes partis, نحن انطلقنا. Vous êtes partis, أنتم انطلقتم. Ils sont partis, هم انطلقوا. ثم عندنا certains verbes se conjuguent avec être, d'autres avec avoir. طبعا بعض الأفعال يمكن تصريفها مع المساعد être, d'autres وأخرى وأفعال أخرى المقصود avec avoir. يمكن أن تصرف مع l'auxiliaire avoir. D'autres encore. وهناك آخرين، هناك أفعال أخرى أيضا peuvent se conjuguer avec l'un ou l'autre. Peuvent se conjuguer avec l'un ou l'autre.
طبعا هناك افعال من حيث الطبيعه ديالها ما تتصرف الا مع افواغ، من حيث المعنى ديالها ما تتصرف الا مع افواغ، وهناك افعال اخرى في الغالب لا تصرف الا مع اتر، تبقى بعض الحالات القليله. اذا اخذنا مثلا لوغ مونجي، اكيد في الصرف سنقول جي مونجي يعني انا اكلت، تقريبا لا يمكن ان اقول جو سوي مونجي يعني انا اكلت، ولكن ممكن في حالات قليله نقول إيلي مونجي او إيل سون مونجي، هو اكل او هم اكلوا. في الغالب سنستعمل لوكسيليا افوار، نقول جي مونجي تي مونجي إيلا مونجي نوز افون مونجي فوز افي مونجي إيل زون مونجي، يعني انا اكلت انت اكلت هو اكل نحن اكلنا انتم اكلتم هم اكلوا. اذا في الغالب لو فيغ مونجي سيصرف مع افوار الا في حالات نادره، ولكن هناك افعال اخرى طبيعي انها تصرف مع افوار ومع اتر، مثلا لو فيغ سورتير مثلا يمكن ان يصرف مع افوار وممكن ان يصرف مع اتر، مثلا جي سورتي لي طابل جي سورتي لي طابل، انا اخرجت المواعيد او انا اخرجت الطاولات، الى سورتي لي كريون يعني انه اخرج الاقلام، ولكن في حالات اخرى ممكن كما راينا نقول il sont sorti يعني انهم هم خرجوا، il sont sorti par la porte يعني انهم هم خرجوا من الباب. لو غير سورتير مثلا يمكن ان يصرف مع avoir وممكن ان يصرف مع être ولكن حسب المعنى، كمثال كما نرى هنا le voyageur est monté dans le train يعني المسافر صعد، هو صعد بنفسه dans le train يعني انه صعد للقطار، ممكن اننا نقول le voyageur a monté ses valises dans le train. اذا ممكن في حالات اخرى نقول le voyageur a monté ses valises dans le train، كما لو نقول هنا بان المسافر اصعد حقائبه الى القطار، المسافر يصعد، شكون اللي تخلينا نقول بانه يصعد؟ عندنا فعل صعد في الحالتين، الذي يجعلنا نقول بانه هو يصعد هو ان فعل مونتي اللي هو فعل صعد صرف في الماضي المركب مع افواغ، اذا افواغ ياتي في هذا المعنى، اذا المساعد افواغ ياتي في هذا المعنى، اذا لو فواياجور ا مونتي سي فاليز دون لو تران، اذا لو فواياجور ا مونتي سي فاليز دون لو تران، المسافر اصعد حقائبه الى القطار، المقصود بان المسافر صعد بحقائبه الى القطار. ثم عندنا attention à l'accord، attention à l'accord يعني فلننتبه للموافقه. نتكلم هنا عن l'accord entre le participe passé du verbe conjugué au passé composé et le sujet. طبعا يجب التوفيق بين le participe passé الخاص بالفعل المصرف في le passé composé et le sujet والفاعل. Généralement, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Généralement, c'est vraiment le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. L'afعال التي تصرف في le passé composé ولكن مع l'auxiliaire être يعني أنها تتأثر بالتأنيث والتذكير، هذا يسمى لو جونغ، ثم انها تتاثر بالافراد وبالجمع وهذا يسمى لو نومب، اذا هي تتاثر بتانيث والتذكير، هذا يسمى لو جونغ، كما لو نقول النوع، نتكلم عن النوع كما لو نقول مذكر او مؤنث، اي اون نومب كما لو نقول العدد، كما لو نتكلم عن مفرد يعني المقصود واحد او اكثر من واحد، هنا نتكلم عن الجمع. Généralement, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. نقول مثلا ils sont partis à l'étranger. هم ذهبوا الى الخارج. هم كما لو نقول انطلقوا الى الخارج، المقصود انهم ذهبوا الى الخارج. كما نرى بان le participe passé du verbe partir، اذا نتكلم عن صيغه le participe passé الخاصه بفعل partir، طبعا في الاصل تتكون عندنا بارتي طي في الاخر، طي في الاخر، ولكن مع ايل افيك اس طبعا نتكلم عن الجمع، هنا اضفنا اس، لماذا؟ لان لو فيغ بارتيغ
مصرف مع لوكسيليير اتر، لان لو فيرب بارتي مصرف مع لوكسيليير اتر. اذا هاد لو بارتيسيب باسي طبعا سيتاثر بالسوجي. اذا كان جمعا نضيف اس، اذا كان مؤنثا نضيف أ. فلنفترض بان عندنا هنا ال سون بارتي، هن انطلقنا على تخونجي الى الخارج، المقصود هن ذهبنا الى الخارج. ماذا سنقول؟ طبعا سنضيف أ اس، سنضيف أ اس. اذا سنقول ال سون بارتي على تخونجي، يعني هن ذهبنا الى الخارج، طبعا سنضيف أ اس. ثم عندنا اون ريغل جينيرال، يعني في القاعدة العامة، لو بارتيسيباسي دي فيرب كونجوغي افيك لوكسيليير افوار، يعني في القاعدة العامة، لو بارتيسيباسي نتكلم عن صيغة الفعل المصرف او باسي كومبوزي التي تسمى لو بارتيسيباسي. إذا لو بارتيسيباسي دي فيرب كونجوغي افيك لوكسيليير افوار ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت. C'est ce dernier est placé avant le verbe. إذن هذه هي الحالة الوحيدة التي يتأثر فيها هذا لو بارتيسيب باسي. En règle générale, في القاعدة العامة، le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir s'accorde. يعني أنها تتأثر كما لو نقول هنا بأنها تتوافق. En genre، يعني بالنوع المقصود واش مؤنث أو مذكر. Et en nombre، يعني وبالعدد المقصود واش مفردة أو جمع. avec le complément d'objet direct، هاد لو بارتيسيباسي يتأثر بلو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد لو بارتيسيباسي في هاد الحالة عندما يصرف مع لوكسيليير افوار طبعا يتأثر ب لو كومبليمون دوبجي ديريكت، كما لو نقول بأنه يتأثر بالمفعول به تقريبا. ولكن متى يتأثر بهذا المفعول به؟ سي سو ديرني. إذا كان هذا الأخير المقصود هذا المفعول به، إي بلاسي أفون لو فيرب، إي بلاسي أفون لو فيرب، إذا وضع قبل الفعل، سي سو ديرني إي بلاسي أفون لو فيرب. طبعا كما نعلم بأن في الغالب في العادة تقريبا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني أنه تيجي في الأخر ديال الجملة، يعني أنه يأتي بعد الفعل، في الغالب يأتي بعد الفعل، ولكن في أحيان ممكن أنه يسبق الفعل. إذا في هذه الحالة تتأثر لو بارتيسيب باسي، إذا في هذه الحالة لو بارتيسيب باسي تتأثر بلو كومبليمون دوبجي ديريكت إلا جا لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفعل. نقول مثلا إل أ أمي لي بيس، كما نلاحظ هنا لي بيس هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، طبعا كما نلاحظ بأنه جاء بعد الفعل. إل أ أمي لي بيس يعني هو أحب لي بياس، يعني انه احب القطع دو تياتر، احب قطع المسرح، كما لو نقول بانه احب مشاهد المسرح. اذا il a aimé les pièces de théâtre. ثم عندنا qu'il a vu cet été، فالاصل هنا يمكن ان نقول il a vu cet été les pièces de théâtre، ممكن اننا نقول il a vu les pièces de théâtre cet été، هو رأى قطع المسرح هذا الصيف. طبعا الكلمات التي سنرددها مرة أخرى هنا في الشطر الثاني من الجملة il a vu les pièces de théâtre cet été، طبعا سنعيد les pièces de théâtre. طبعا هذه الكلمات التي سنعيدها عوضناها بك، طبعا هاد كو هذه تتعوض les pièces de théâtre، هاد كو اللي عندنا هنا، كما نلاحظ بأنها أتت قبل أفي. أفي هو أحب قطع المسرح التي رآها هذا الصيف. إذن التي رآها هذا الصيف، كيل أ هذه كه أتت قبل الفعل، طبعا هاد كه تعوض لي بياس دو تياتر. طبعا كلمة بياس كلمة مؤنثة، وفوق هذا هنا هي جمع، نتكلم عن لي بياس. طبعا عندما نقول لي بياس كلمة مؤنثة، هنا نتكلم عن كلمة مفردة، نقول لا بياس، لا بياس، هنا نقول لي بياس. إذن هنا نتكلم عن كلمة مؤنثة جمع. إذن سنضيف أ أس، سنضيف أ للتأنيث ثم نضيف أس للجمع. إذن لماذا؟ لأن ك التي تعوض لي بياس دو تياتر أتت قبل
افي اتت قبل افي. اذا هاد في ستتاثر بهاد لي بياس. اذا عندنا لو بارتيسيپاسي دو فيرب فوار، عندنا لو بارتيسيپاسي الخاص بفعل فوار، فعل راى. لو فيرب فوار هذا فعل راى. اذا نقول il a vu، كما قلنا بان هاد كو التي تعوض لي بياس دو تياتر اتت قبل في، وبالتالي فهاد كلمه في اللي هي لو بارتيسيپاسي دو فيرب فوار ستتاثر بكو. اذا il a aimé les pièces de théâtre qu'il a vu cet été. فلنتصور باننا سنقول هو احبهم، المقصود بانه احب هذا القطاع، المقصود هو احب هذا قطاع المسرح. سنقول هو احبهم، سنقول il les a aimés، il les a aimés. طبعا بنفس الطريقه كلمه aimé ستتاثر بهذا لي. لماذا؟ لان لي تعوض لي بياس دو تياتر، واتت في الحاله قبل ايمي، سنضيف او اس لان لي تتكلم عن لي بياس دو تياتر. كما لو نقول بانه هو احبهن، يعني انه احب هذا قطاع المسرح. طبعا قطاع المسرح هي كلمه مؤنثه وجمع، اذا سنضيف او اس، سنضيف او اس، او خاصه بالتانيث ثم اس خاصه بالجمع. نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.